تفضل زين. تعرفنا عن حالك وتخبرنا شوي عن ساند. مسعود الحسني مسؤول اول برامج ساند، مسؤول قسم الاستجابه في برنامج ساند. برنامج ساند هو البرنامج الوطني التطوعي للاستجابه لحالات الطوارئ. انشئ البرنامج عام 2009، شاركنا في العديد من البرامج والندوات والمعارض ايضا، وهي احدى مشاركاتنا في هاي الايفنت. هو وايد مهم جدا هذا البرنامج، واحنا اصلا كنا ننتظره من سنه لسنه، لانه يعرفنا على البرامج اللي موجوده او المشاركات العالميه اللي تنشا في خلال فتره الاغاثه او غيره، نعرف على دول العالم اللي هي شو صاير موجود او شو موجود في الساحه في العالم نتعرف عليها، بالاضافه ان احنا نعرف الناس بنا، لنا مكسب ان احنا نتعرف على جهات اخرى والجهات هاي تعرف عن البرنامج انه موجود في دوله الامارات للاستجابه في حالات الطوارئ والكوارث. الحمد لله راضين، كل الرضا دائما نحصل دعوه ونحصل مجال، وهذا شيء طيب ان احنا نشارك في مثل هاي المعارض حتى نبرز دورنا ونستفيد اكثر من نشوف شو ما صاير في العالم او ما استحدث في الوقت الحالي، نكون في الساحه على قولتهم. نشوفكم السنه الجايه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله راح نكون موجودين معكم السنه الجايه. شكرا. عفوا طال عمرك.